عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر. وترأس وفد مملكة البحرين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، كما ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021 لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.